كوتش، ما كانش انصار فقط من بلوزداد ولا مصطيف ولا من الوهران كما سمعنا في الفيتي تاعنا، كان جمهور من المغرب اللي ما قدرش يجي للجزائر لانه ما فيش بزاف ليفول اللي كانوا معمرين. لكن يحكي لنا هو، يحكي لنا كيفاش المغاربه عاشوا اللقاء، لان عنده يوسي لا دوموندي البريمي ميني سي تبون انه خلي عطينا الرساله ما خلاتنيش اسمها هكذا. لا لا هو يقولها. الا ما بغيتش نبالغ، يمكن المغرب كان البارح مباراليزي وكل شيء، كان البارح الشعر تاعو الاحمر والبيض بلوزدادي. برافو. وكل شيء كان كيتسنى باش السابعه تكون ديال بلوزداد والسابعه ديال بلوزداد. الحمد لله ربي ما حشاش. كان المغاربه كانوا كاع برونشي البارح مع اللقاء. كل شيء برونشي، كل شيء برونشي. شنو طلبت الوزير الاول؟ سيد الوزير الاول. اش نقول لك؟ لان انا عشت في الجزائر ولا سنيت انا في الجزائر بكل صراحه، ماشي على عيون السيربي، على شنو الحب ديال الجزائريين. لان السيربي كنعرفها عندها تاريخ، عندها هذه، الا ما كانش هذا المدرب كان مدرب اخر، يعني ماشي انا اللي خلقت السيربي او السيربي اللي دات هذا الكاس، ماشي الكاس الاول ديال الكاس السابعه، ولكن الحب ديال الجزائريين والتقدير والاحترام اللي حضيت به هنا، اللي حضيت به اول مره من اللي حطيت رجلي هنا، هو اللي خلاني نستني مع السيربي ونقبل ديك الوضعيه اللي فيها. وكذلك عشت المعاناه ديال السفر ديال المغرب، وكنشوف الناس اللي كيبغي يمشي غير لوجده وعنده غير نص ساعه من الحدود كيخصو خمسه ولا سته سوايع من كازا لوجده، وكنشوف كذلك المغاربه وكذلك الحب ديال الجزائري للمغاربه والمغاربه الجزائريين. صحيح. واللي عنده شك يجي من المغرب لهنا او يمشي من الجزائر ليه. صحيح. لهذا انا ماشي سياسي وما كنعرفش السياسه وبعيد عن السياسه وما كنتمي حتى لشي حزب صح. انا ديك الساعه انا ملي طلعت من صال التويج وسلمت على معالي الوزير تبون، سلمت عليه قلت له معالي الوزير انا ماشي سياسي ونطلب منك واحد الطلب. قال لي شنو هو؟ قلت له عافاك حلوا لنا الحدود. قال لي ان شاء الله يكون خير، وبدا كيبتسم. هو واش قال لك؟ هو واش قال لك؟ قال لي ان شاء الله يكون خير. ان شاء الله يكون خير.